معانا اليوم رجال من الرعيل الأصيل الباقي الطيب كله، أستاذ محمد العيسى. يا مرحبا فيك، احنا سعيدين. وعيسى الغانم أستاذي يعطيك العافية، حياك الله ومنورينا. مبارك عليكم الشهر. الآن عيسى الغانم والأستاذ محمد غريب، حياكم الله. الله يحييك، حياك الله، منورينا. احنا الصراحة سعيدين بتواجدكم، نقول لكم مبارك عليكم الشهر ويعطيكم ألف عافية وتقبل طاعتكم أجمعين إن شاء الله. أنا أقول حقيقة أنا أشكركم جدا، وهذه إحنا دائما يعني ننتهز هذه الفرصة، والفرصة ياتنا إلى مكاننا. فأنا أحب طبعا أتكلم عن 1931، يعني رايح أتكلم من 1931 إلى غاية يعني 1961 اللي هي تقريبا 85 سنة. 85 سنة يعني قاعد أنا أتكلم عن شنو في أيام رمضان، وشنو اللي إحنا نقدر نوصل له. تلقينا الفقرات المساكين اللي قاعدين يشتغلون، اللي هم أبائنا وأجدادنا، يعني يجمعها بيزة 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 علشان يقدر اليوم ياخذ شكر من راعي الدكان. وأول كان الشكر بمحقان، ياخذ له مثلا محقانين ويظل لما يحفر بضافيرة عشان يطلع لبيستين ثانية علشان يروح حق راعي الدكان وياخذ العيش، وبعدين إلى أن يوصل ربع الماكلة وهو يوم خامس من رجب. يجمع شوي شوي، ما عنده مثل الحين معاش ثابت. فتلقينا مثلا هو شو رايح يسوي، يوصل إلى 15 من رجب بيكون أخذ ثلث رمضان حاجته. كل بيوت كذي لما يصير مثلا مثل النملة، شلون تيمع كذي مثل النملة. النملة شوي ترى أنا لحقنا على آخر الجيل هذا. أم عيسى ما شاء الله أنت بعد إعلامي، يعني نعم إعلامي ومتواصل مع الجمهور، للحين عندك ما شاء الله برنامج إذاعي. إيه نعم، أنا صار له تقريبا الحين 360 أو 300 وشي حلقة. دراج ما شاء الله عليك، صح؟ دراج ذود دراج، لأنه ما شاء الله يعني أنا من الناس اللي أتابع الإذاعة. إيه نعم، فأنت صار لك يعني خبرة إعلامية طويلة. أنت أنا باكر مغالي عن أبو عبد الله يا من العلاج، قبل سوالنا حفلة 3 أيام في صالة الأفراح، جميع أهل الكويت يو وجميع التيارات وجميع الأعمار، شيء عجيب. باكر مغالي في حلو. زاويتي بالوطن الإلكتروني عنه. الحقيقة أنا أشكرك جدا، لا لا أشكرك وايد جدا على هذه الأشياء، هذا اللي أنا أسوي يعني يستاهلون الأهل، وأشكرهم جدا على أنهم يوني من كبير وصغير بعد علاجي في إنجلترا طول إلى 6 شهور. الله يعطيك الصحة والعافية. وأنا جيت الحين بالصدفة يعني، ومنهم وحقيقة أشكره وزير الإعلام كان عندي هو على الموجودين، والثاني طبعا الشيخ وزير الإعلام علي سليمان الحمود، علي الجابر الصباح حقيقة كانوا موجودين في صالة سمو الشيخ سالم أو الوزير وزير الإعلام. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. الأحد اللي طاف قدمت نفس البرنامج اللي اسمه نحن والايام، يعني نحن والايام احنا انا قاعد وياك ويا الاخ باكر، ما تكرر هذه صح. ف 360 حلقه، كل حلقه تختلف عن الثانيه، عن الثانيه اعداد كامل اعدادي وانا اللي مقدمه. الاسم جميل العم عيسى، الاسم جميل نحن والايام، في موسيقى حلوه وفي في ذكريات قيمه، لان الحقيقه يعني الميزه اللي فيه هذه اللي قاعد أتكلم لكم من الحلقة الأولى. أنا أكثر شيء اللي اتصلوا فيني يقولون ما شاء الله عليك، قلت لهم أنا إن شاء الله محروس أخاف أنه واحد يعطيني بعين أني أطلع كل الله يوم. الله يعطيك الصحة والعافية. فيعني قدمت هذا البرنامج وأنا قاسته نحن ولا الأيام، يعني اليوم كل حلقة خبرة من الخبرات. فأنا أسجل 48 حلقة على مدى السنة، كل حل أول حلقتين حلقة كل يوم أقدمها يومي، فجمعناها صارت حلقتين بيوم واحد عشان تتمتع الناس فيها. حلو حلو العم عيسى، الله يعطيك العافية. كل هالأشياء اللي أقولها أنت ما كنتي موجودة ولا خلقتي،
أنا ما انخلقت، أنا عمري الحين من مواليد 1937. وصلنا يعطيك الصحة. يعني الله يعطيك الصحة والعافية. اللي قلته يعني أكبر مني ب 11 سنة. حلو. العم عيسى المواليد 37، عسى الله يحفظك. والأستاذ محمد غريب ما شاء الله مواليد 58. أي نعم. في مفارقة عسى الله يحفظكم، شنو الصداقة هذه؟ لو أنت تلاحظ أبو عبد الله جميع الأعمار بالكويت. يعني أنا أبو عبد الله لما كان في مكتبنا في سوق المناخ، حلو، إذا أنا أبو عبد الله وقعد ما تصدق شلون تصير زحمة من جميع الأجيال. ما شاء الله. وأيضا أبو عبد الله لأنه اشتغل في أماكن جدا مهمة، مؤسس في الإذاعة، ما شاء الله، وأيضا في لجنة الجنسية وفي بنك التسليف، ما شاء الله، يعني في ثلاث أماكن حيوية. ونائب ونائب الرئيس في جمعية الروضة 7 سنوات. ما شاء الله. أكيد كانت البداية صحفية، كنت بتسوي لقاء صحفي. إيه، لقاء صحفي عن رمضان أيام زمان. إيه، كنت بتسوي مع كاميرتي رمضان. أول يعني بدأ إيه. أول ما كان عندنا كولوم، حنا بدينا بالكاميرا 12 دينار. ذاكر ها، ذاكر إيه؟ الكاميرا حتى. إيه، الكاميرا أول كاميرا بسيطة. أنا الحقيقة يعني الحقيقة ذكرني بأشياء وايدة الله يعطيك العافية. كانت الكاميرا أول مثل الكيس ويدش فيها الواحد هذا، ايه، وبعدين يدور على الإضاءة مكان العدسة، ايه، علشان يصورك مثلا او يصور سوق الحمام، محطوطة بسوق الحمام. تذكر هذا اي سنة؟ اي سنة هذا؟ لا مو بسوق الحمام، يتخبط عند المعهد. عند عيسى اي سنة الحكي هذا؟ عند المعهد الديني 51. 51 ذيك الساعة انا ادرس بالتريننج سكول مقوى، كنت يعني ادرس اللغة الانجليزية. يعني مثل ساحر ينخش ما ادري ورا، اذكر ينخش ورا العباية ويطق يطلع مثل العصعص شيء. لا تطلع سلمكم الله. لا هو حقيقة يعني عجبة وغريبة وشغلة ما أحد يسواها، يندعس ما يبقى لريولة نور، أي يتغطى هو بشيء يعني عشان ما يبي الشمس. أي 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 صح. وبعدين يقوم ويصور هالشخص هذا، أي، ويطلع ويبطل اليرارة ويقى صورته بالماي، ماي منقع كيميكال. أي كانت موجودة عندنا بالكويت، يسوون فيه تحميل. أنا خليته كورس بعدين بأمريكا. كانت موجودة عندنا بالكويت. طالب بالستيت. كانت موجودة. خذيتها كورس. وبعدين إحنا بالأول عندنا كان عندنا المصور يسمونه الحصري. لما أنا أي باخذ لي جواز يقوم يصورني بهالبالطو هذا والدشداشة دشداشتي ما عنده قميص بس يبين البالطو أيام الشتاء. ويوم العيد يحطون ورانا ورد نايلون نصور كشخة. لا وبعد بهالشكل في مدينة الملاهي الأنوار. إيه. ولا عند الديار. تذكرين تقعدون على طول مع بعض. إيه، يحطون ورانا مثل طوبة ملزق عليها ورد. إحنا لما ولا منظر. لأن كان إحنا عندنا بالأول لما بصورين عند المصور العصري ما عندنا هالبالطو صيفي وشتوي. فإحنا نبي نسوي هذا حكي 56 لما يصورني أنا ونروح الجوازات 10 كلها نفس البالطو كل نفس الصورة. نفس الصورة الجنسية. كان يقولنا على أيام شحيبور أيام الله يرحمه سويني يقول أنتوا عشرتكم إخوان. قلنا والله ما إحنا إخوان. قال شلون بوالطيكم هذه؟ قال واحد. راحت الأيام ويات نفس العشرة لبسنا صيفي مقلم. الحين لما نفتح ملفات الروضة حلو. لما نفتح ملفات الروضة الزملاء كلها نفس القميص. حلو زين زين. هذا المصور مال حولي مصورنا بنفس القميص. حلو كلام جميل أستاذ محمد. شو اللي اختلف عند رمضان أول الحين؟ يعني قبل شوي ذكرت إنه رحت تسوي لقاء مع العم عيسى. إيه. عند رمضان أول. شو اللي اختلف عند رمضان أول والحين؟ والله أنا يعني أنا يمكن مع احترامي لعمي أبو عبد الله. أبو عبد الله لحق على الماضي كامل. أنا سكليتر. أنا لحقت على آخر الفجر. وأول شوي 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 الستينات يعني النوم بالمدارس. تذكره شنو اللي تذكره من اختلف الناس؟ كانت الكويت ملايكة الجيران الطعمة وقت الفطور الماعين تتناقل بين الفريق. صح صح. يعني هذا ياخذ الجيمات يعطي ذاك وذاك يريش. يعني وحدة وطنية. وبعدين نقعد ننطر الله يرحمه الممثل مبيريج عنده تكرم حمار هو المسحرتي عنده قوطي وسحر وننطر المدفع عشان نتراكض نلحق على
الصفرة، والصفرة ما فيها شيء، تلحق ما تلحق يعني خبزة وتشريبة. الناس بسطاء الحمد لله، الناس بسطاء جدا، أقل من حد الفخر كنا بسطاء الحمد لله. إن الكويت ما شاء الله كان ما حاشها قصة. أنا يعني اللي أنا أعرفه كان في أيام رمضان الثلج موجود ناخذه من الغانم، المطاطير الإنجليزية أول موجودة حتى الثلج فيها، والجماعة عندهم خياش يلفون في الثلج يبيعونه، والبيت المدفع موجود عند البيت الشيخ صباح الناصر. واحنا صغار شو نسوي؟ نحط قوطي على قوطي تنك علشان اللي ما يسمعون ويا الطوب، واحنا نطق القواطي بالصخر ويقول اوه يعني فطروا عاد فطورهم على ساعات نطق القواطي خمس دقائق. هذا مقلب، مقلب يسوونه. اي يسوون مقلب. اي لان احنا ذابحين اليوع 10 دقائق قبل نطق زياده، هذولاك ما يفطرون يعرفون ان احنا يعني قواطينا هاي ما عندها سالفه. فلما نسمع الطوب صدقي نروح لهم نقول لهم فطروا. فلما انت تجين على الطاوله تقولين شنو هذا؟ سبحان الله، ما كان عندك الجيمات من بيت ثاني، ما كان عندك الهريس من بيت ثاني، تصير المائده بالمغايضه الحمد لله. أيه؟ ويعني وهذا الشيء يشرف يعني اللي ينقص بيت يكمل البيت الثاني. خلاص انا واحد من الناس، انا واحد من الناس طرشتني امي اروح اجيب كبريت، ماكو كبريت، يحطون الابو بالطوفه. تعرفين الابو شنو؟ لا والله شنو الابو؟ الابو اللي هذا اللي بالكبريت اللي ايه على يحوشه ماي. ايه يحرقونه عشان لا يحوشه ماي. البارود قصدي؟ بارود، البارود، البارود اللي بالكبريت هذا، بالكبريت اللي ثري ستار هذا. ايه عرفته. ونجمه نسميه. ايه هذا البارود، والعواده محفوظه. يدشيته كان اقول لهم احمد واللي سلم عليك امي تبي كبريت، كان تقول لي الله يابك عيسى احنا ما عندنا ملح. صرت انا كذي فاكس هاي كبريت هني وتودي ملح ملح مني. وكلنا يعني ربع على هذه الشغلة يعني. حتى ليش؟ لأن الفلوس اللي كانت بالأول قاصرة، هالحين لو يبقى عند رمضان يومين عندك فلوس تأخذين ما كلتك بيوم واحد. صح. أيوة. لكن بالأول ما في موالح، ما في مطاعم، بالأول ناخذها بشهرين. شنو الماكلة قبل؟ شنو الماكلة؟ مسلتكم هريس، يريش، مغوطة، تشريبة، هيش، مغوطة، تشريبة. انا افسرها لك مغوطة. يلا اللي عنده غنم يسوي محلبية. زين. محلبية من الحليب. والفقير يسمونها مغوطة. اللي هي مغوطة عيش، يطق العيش، يحط العيش وما يشكل عيش لما ينطحن يصك. يسوونه نشا. عيش نشا وهاي مغوطة. لأنه ما عنده حليب. إيه؟ لما يعطونا المحلبية يشهق لأن فيها حليب. هذاك إيه؟ عنده سخلتين. هذا يقش شوي، قش بالحليب. لا لا ما عنده فلوس، ما عنده فلوس، ما عنده حليب ولا عنده مسخلة تكرمين والده ولا بقرة. فيسوي مثل المحلبية شيء يبرد وتطحن تخلي الراحة تجيله. بيزة يشتري نقصة ثلج أبو عبد الله يوم طلع الثلج، ويل يشتري ثلج من الدكان بخيشة. هي المرأة هي اللي تتحكم. هذه عندها الرحى، انتم ما لحقتوا عليها. اذا بغت يريش تسرع بالرحى علشان يصير خشن. واذا تبي الطحين تخلي الرحى تجي له علشان ينطحن، عشان ينطحن. فهي العيش تقوم تطحنه حيل بالعدال علشان يصير نشا. لما النشا تحط العيش يشرب، تحط عليه شكر يصير مغوطه يتمخط يعني. اما هذولاك لا ما يسوونه، يسوون نشا ويحطون حليب. اه حلو. لا يسوونه محلبيه، هذاك التجار. يحطونه. وهذولاك يسوون عقيلي. العقيلي طبعا ياخذون البيض الجولدن ايج هذا. الكيك هذا الكيك الحلو. لا لا هذا قرص عقيلي. قرص عقيلي حق التجار مو احنا نسويه. هذا ماكو، مو موجود القرص العقيلي. هذا الجدر العقيلي يقومون يطرقون بيضتين. بيضتين هذا احنا وكله جولدن ايج، ديايه تحفر مصابيحها معها ذهبيه. ايه يطرقونه ويحطون عليه شويه طحين وهيل. تقوم تحط الشوله السويدن، هاي السويدن اللي تنتفخ،
البريمز البريمز بثلاث ريول بثلاث ريول وتحط الصحن فوق وتحط عليه فحم شويه على اللو فاير تحت على غاز وفخ فالبيضه تنتفخ تنتفخ اللي منها ترفع المغطى تعالي اكلي العقالي وهذا العقالي من ياكله منو المعرس المعرس شنو المشكله اللي فيها هذه البريمز مساكين وايد من حريم انكت عليهم الدهن وتطيح حار لانها مو ثابته شنو ندهن فيه غاز العلاج نروح نحط غاز ناخذ الغاز ماله ندهن مكان الجلد ما شاء الله غاز والنور غاز والنور والله عسى هذه معلومات زي ما صرت ايامها كان المعرس وده ما يطلع من البيت اول ما عنده اسبوع هذه لحقنا عليه الحمد لله عندنا كان بالاول يعني البنت لما تتزوج ما عندها لانها البنت فقيره من هي اللي تتمتع اللي تجمع الذهب تجيب الطاستين وتفرح لما تشوف الفقيره لابسه كل الذهب عليها تفرح البنت وتفرح الام الفقيره ما شاء الله فهني المعرس لما يقعد في البيت واخيرا يقول ياتي ما طلعت من البيت يدش البيت ضعيف ويطلع سمين لانه عمره ما ضاق العقالي ولا البلاليط ولا المتعه اللي تمتع فيها وبعد الزواج شوفي الشيمه والغيره المره ما تعد الذهب بعد ما اخذته يعني التمتع بالذهب على العروس اكثر من ما هو عندها بالطاسه ام عيسى امانه هذه المعلومات قاعد تقولها بالبرنامج بشكل يومي يعني قاعد تنقل هذه الخبرات تكررها لان في ناس من جيل لجيل تختلف يعني تتغير في ناس سمعت هالمعلومات في ناس ترد تبي تسمعها فانت كونك متواصل اعلاميا مع هذا الجيل ما ترد تعيدها بل انا قاعد اعيدها يعني قاعد أكررها وأكرر اللهجة الكويتية نحن عندنا أنا غيرت كثير من الجرايد إحنا نقول يقول فهد بروسلي يقول صبرت أمس وقبل أمس واليوم اليوم الحين الجليل جل الحاجتي يقول له متى قال أول تمس أول تمس مرفوضة لازم تقول أول أمس أول تمس يعني غيروها بالجرايد حطينا التاء إيه أول يقول تمس تمس شنو هي تمس ماكو صح ما في غلط بعدين ابو عبد الله اذا دش ديوانيه من الجيل الجديد مثل اليوم اللي فاتت او قبل عنده كلمات ثابت لما يقولها يسالوني شنو يعني الجيل الجديد ما يعرف لها اي شنو ما شاء الله ابو عبد الله ويربطها بقصه الميزه اللي في ابو عبد الله انا طبعا مثل ابوي وانا معاشره ما شاء الله لا يجيبها قصه عشان واحد يقدر يكتبها هذه انتهت عندنا بالدواوين هذه العاده اللي الان ابو عبد الله حافظ عليها اول كل ديوانيه سواء حضر او بدو عندهم خصاص وشاعر الحين اندثرت صحيح ما عندهم خادم اول صبيان يعني صغار هم اللي يصبون الشاي والقهوه عندي عفوا بس المقاطعه الالعاب اللي قبل تستخدمونها شنو نفس العابنا الحين انا احنا اقول لك الالعاب كانت عندنا بيبسي اول عندنا نلعب المطبة المطبة اللي هي المطبة شنو تلقى مثلا يعني ارتفاع محل هل شنو لما ارتفاعات يقوم ويطمر ويطب ويطمر على هذا المكان في الطبع وعندنا الأولاد يلعبون عظيم ساري الله عظام ساري سريته عظام ساري يدور لعظم ناشف وليل ويقطون الشباب يحذفه واللي يلقاه نعطي طبعا جائزة لأنه ظلمة ظلمة السكي ها؟ وعندنا حدية بدية البنات يستانسون عليها حدية بدية ناصر دية حط الكور على الزنبور وهدوا المسلسل يمسكوا يا الناس قوموا قنص شبط خيلك شبطها شبط شبط مريت على بابين قلت يا عمي يا على بابين قلت يا عمي يا ابو حسين كان باجي عن رمضان سبع ايام والتمام وحازيها وبازيها وضراط الخيل مغطيها شنو ضراط الخيل مغطيها ما ادري والله ضراط الخيل مثل النقل دورون دواره هذا مثل الحب وانا قلتها بالاذاعه مثل اللي هذه عندهم اول كل واحد متروسه مخباته لانه حب صغير بدلقم يسمونه هذا الشيء فعندهم البنات مثلا لما لعبوا يعني مثلا يقولون شو اسمه ما قصرت سبيكه اخذت عبد الرحمن اغاني هذه طريقه
وكخينا كخوب الحيلة يلعبون ويلعبون الهيلا هوب الأول هذه في أشياء وايد. قول لهم بعد أبو عبد الله الحين الكل قاعد وساكت ويلعب بال إيه أتاري وآيبوت ماكو وهلا هالأونلاين. لا أول الحين كنا بالأول من زود يعني باش مهندس كان بالأول عندنا أنا شلون أتابع وأقدم برنامج. أنا كان عمري 10 سنين الوحيد اللي أقعد عند أبوي أقول له يبو أبيك تعلمني عن أشياء كذا كذا. حلو. يقوم يعلمني عن الغوص والسفر وهالشكل أمشي عنه عمري 20 سنة. العم عيسى طبعا جميل أن تتعلم من آبائنا وأجدادنا وتنقل هذا التعليم أو هذه الفكرة وهذه الثقافة إلى أجيالنا القادمة وأجيالنا الحالية. احنا نشكرك العم حلقة عم عيسى نبي حلقات إن شاء الله. وأنا مستعد عندي حلقات الحين أنا قاعد أعطيكم هالحلقات عندي الحين واحدة منها سجلت 10 وباقي 38 حلقة إن شاء الله. وإن شاء الله إذا بغيتوني بكون نورتونا والساعة المباركة. بس في نقطة بعد أول هنتكلم إحنا يعني ديزاين البيت كمهندسين أول كان يعني البيوت الكبار مثل بيت عائلة أبو عبد الله أو بيت المجتمع أو العائلات الكبيرة الحريم عشان يتنقلون ممكن شوية تلبس حبايتها شو مسوين بالتصاميم في فرية داخل البيت تتنقل حفرة من بيت لبيت داخل بيوت العائلة عشان أحسن موقف تشوفها بالفطور أحسن موقف أحب أقوله لكم حقيقة أنا من النوع اللي سأل ويتابع ومو بس أدش الديوانية أخذ فكان بالأول عندنا أول ما جات الفيلم الأفلام الكويتية الأفلام اللي يطالعونها ينادون إيران و السينما الحقيقية فتحت 58 أنت ما صرتوا حلو 58 كانت بشرق لكن اللي قبلها كانت يجيبون فريد الأطرش أفلام السعودية من فيها مات الحمامة شادية عماد حمدي الحديث يطول مع أبو عبد الله ما يخلص اي والله احنا والله صراحه مستمتعين عم عيسى باللقاء بس هالكلمتين اقول لكم فيها هالكلمه اول ما شغلوا الفيلم اي هذه يعني لحن الخلود في الحمامه ماكو كتابه السماعه احنا حاطينها سنه 52 حاطينها على البرشة يوم طلع فريد الأطرش ثلثين الحريم تغطوا 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 من اللي شافوه بعينه. نشكرك العم عيسى الغانم ونشكرك أستاذ محمد غريب على هذه الأجواء اللي نقلتونا فيها عبر غبدة كويتية ورمضانية يعني تلفزيون دولة الكويت. وصلنا للختام يمكن أحب أقدم شكر خاص إلى سويت سور وأيضا أخلي لكم الختام مع زميلتي حصة وأقول لكم في أمان الله صونا على خير نشوفكم باكر إن شاء الله.